قبل بزوغ الفجر بساعات وقبل أن تطلق الشمس خيوط النور الأولى، اكتست سماءات مكة المكرمة غمامات بيضاء، غمامات جلبت معها الرحمة والخير لحجاج بيت الله تعالى. المطر ده خير من عند الله عز وجل، فكل نزول خير من عند الله عز وجل، وحاجة بتفرحنا احنا كحجاج بيت الله الحرام طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدعاء ساعة المطر مستحب أو مجاب، فدي حاجة طيبة لنا احنا، فرصة ان احنا ندعي واحنا بنلبي. ممتازة ورائعة جدا، وهذا نتمنى التوفيق والنجاح في بقية أعمال الحج، وهذا دليل إن دل على شيء فهذا الدليل على أن الاستجابة فيه خير إن شاء الله. Çok şükür. Rahmet. Çok güzel. Arafat. O da güzel. İnşallah. İnşallah. Maşallah. İnşallah. وما أن بدأ الحجاج في التوافد إلى المشعر الحرام بميناء حتى توافدت معهم زخات المطر من السماء لترسم صورة الرضا من رب الرحيم على عباده. التفاؤل والسعادة كانت السمة السائدة بين الحجاج، حيث اكتست أفئدتهم وخالجت مشاعرهم، واستمرت الأمطار في الهطول تغسل الأرض المقدسة كما تغسل الأرواح برحمة الله. والله الحمد لله خير من عند الله، يعني يوم تروية ورب العالمين روانا بمطر وبماء وبأي شغلة كتير حلوة الحمد لله، وهذا خير من عند الله. في صعوبة من الشيء هذا، تعرف على الشيء إنسان يكون بحمله معاه، أحيانا يكون بأسرته، فصعب التنقل إذا كان بدون المطر هو في صعوبة، أما كمان معيدان المطر فإنسان صعوبة في ذلك. الحمد لله رب العالمين تتسهل الأمور برد الله سبحانه وتعالى. اليوم جو كويس الحمد لله، هذا مطر 100% الحمد لله، ربنا الكريم الحمد لله، اليوم هذا كله الحمد لله. أنا ما أقدرش أوصف لك شعورنا حقيقة، يعني إحنا فرحانين جدا جدا، وبندعي ربنا سبحانه وتعالى بالكرم اللي أقربنا به إن إحنا اليوم ده نبقى موجودين، ويكتب لنا الحج ويتقبل الحج مننا إن شاء الله. في يوم التروية ترتوي الأرض بماء السماء، وها هم حجاج بيت الله الحرام يرجون ارتواء من رحمة الله علي القرني من المشاعر المقدسة لقناة المجد الفضائية.